بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي على قناة مستر الاستاذ بشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله نستمر معاكم محل امتحانات مصر العربية ثانوية عامة. وصلنا لامتحان 2016 نظام حديث دور ثاني، امتحانات واخدينها من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021 معدلة بمعرفة الكتاب. بداية الامتحان بتاعنا ده على صفحة 99 من كتاب الامتحانات. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الله نبدأ أول جملة في تشوز واللي بتقول My sister hates أختي تكره كذا by air. by air معناها جوا. يا ترى flying ولا to fly ولا flies ولا flows. الرياضة بتاعتنا هي flying. ليه؟ لأن الفعل hate من الأفعال التي إذا استخدمنا وراها مباشرة في نفس جملة بتاعتها فعل جديد يكون في شكل جرن، يعني مصدر فيها زائد ng. flying هي الإجابة الوحيدة اللي بتحقق معانا هذا الاختيار. 2. The cover of this book is made of غطاء هذا الكتاب، الغلاف بتاعه يعني مصنوع من ايه؟ كوبر النحاس ولا وود الخشب ولا جلاس الزجاج ولا كاردبورد الورق المقوى. هي دي كاردبورد إجابة واحدة في رقم 2. 3. She would have been successful if يبقى الجملة دي if حالة كام؟ بص في الطرف المكتمل هتلاقيه would have تصريف ثالث، يعني دي if حالة ثالثة. يبقى كده انا اللي فاضل لي الناحية الثانية ايه؟ فاضل لي الماضي التام فقط. يبقى plans في شكل مضارع بسيط خطأ، planned ماضي بسيط خطأ، had planned ماضي تام إجابة وحيدة، has planned مضارع تام خطأ. بالمرة بنأكد على إن had planned إجابة جملة رقم 3. 4. It is hard to walk in space because من الصعب أن تسير في الفضاء لأن there is no A لا يوجد A. يا ترى spin بمعنى يدور ولا جرافيتي جاذبية ولا ويت وزن ولا اير هواء. لا يوجد جاذبية جرافيتي، there is no gravity. إجابة وحيدة لجملة رقم 4. 5. بتقول لك I cannot find my handbag، أنا مش لاقي الشنطة بتاعتي حقيبة اليد يعني. someone إذا it by mistake، حد كذا بالخطأ. يبقى أنا هنا بستنتج. طيب الاستنتاج بتاعي ده استنتاج قوي ولا غير قوي؟ وزمنه إيه؟ تمام، وزمنه إيه؟ طيب must take ده استنتاج في الحاضر ولا cannot take استنتاج في الحاضر برضو. must take بالإثبات cannot take بالنفي. must have taken استنتاج في الماضي بقوة لوقوع الحدث ولا cannot have taken اللي هي استنتاج في الماضي بقوة برضو بس بالنفي. أنا هاخد استنتاج C اللي هو يمثل must have taken اللي معناه الحرفي، أكيد حد أخذها بطريق الخطأ. طب مش لاقي الشنطة، لانه مش لاقي الشنطه يبقى استنتاج حدث ان حد خدها هو اللي حدث ماضي، ان حد خدها هو ده اللي ماضي. وعشان كده خدناه في must have taken استنتاج بقوه انا متاكد ان الشيء ده حدث في الماضي. اجابه وحيده الجمله رقم 5. 6. It was like walking in water، كان ده كان عامل زي ما يكون ماشي في الميه. and I almost lost my وانا تقريبا فقدت ايه but after a few steps ولكن بعد خطوات قليلة I could control my motion pretty well، بدأ يتحكم أكثر في الحركة بتاعه. يا ترى palace بمعنى قصر ولا balance بمعنى توازن ولا place بمعنى مكان ولا phase بمعنى طور أو مرحلة أو حالة أو فترة من شيء ما. اللي جابت عنها هي balance. عايز أقول لك أنه كان حوالي تقريبا كان فاقد التوازن بتاعه. balance إجابة واحدة في جملة رقم 6. طيب نروح لجملة رقم 7 وبتقول لك I wish I بقى فراغ to the theater yesterday المسرح بالأمس. ما إني بتكلم عن الماضي يبقى جملة I wish تكون في الماضي التام. had gone إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 7. has gone طبعا لأنها ماضي تام. has gone مضارع تام خطأ، وانت ماضي بسيط خطأ، وأجو في المصدر خطأ تماما. had gone إجابة واحدة في جملة I wish في الجملة رقم 7. تمام. بقول لك فيها they are هم كذا their sister's wedding next week، حفل الزفاف بتاع اختهم في الاسبوع المقبل. يبقى ناخد لها ايه بقى؟ remembering ولا reminding ولا celebrating ولا developing. هاخد celebrating بمعنى يحتفل، هم هيحتفلوا بحفل الزفاف اختهم في الاسبوع القادم. مش remembering يتذكروا ولا reminding يذكرون حد ولا developing يطوروا، هم هيحتفلوا ب celebrating. اجابه واحده في الجمله رقم 8. طيب نروح لجمله رقم 9 واللي بتقول
بيقول لك I expect they أنا أتوقع إن هما كذا the match tomorrow المباراة غدا. يا ترى when في المضارع البسيط ولا will win في المستقبل البسيط بwill ولا are winning مضارع مستمر ولا are going to win مستقبل في صياغة are going. طبعا ماشي، الشكل المناسب للصياغة اللي قدامي والإجابة الوحيدة هي will win. ليه؟ لأن الشخص اللي بيقول لك I expect أنا أتوقع، العبارة أو الكلمة expect من الكلمات الدالة على will وراها مصدر، ماشي، بالإضافة أنه بيعبر عن وجهة نظر شخصية أو اعتقاد أو عايز تسميها تنبؤ ليس له دليل، برضو عايز تصنفها كده مفيش مشكلة معاك. يبقى عندي كذا حاجة ممكن أقول إن expect تعبر عن المستقبل بwill والمصدر، ماشي دي ماشي. عايز تقول ان هي تمثل وجهة نظر يعني تنبؤ ليس له دليل برضو ماشي. المهم ان الاجابة الوحيدة عندي هي will win وهي الشكل الوحيد المناسب للجملة رقم 9. 10 دكتور مجدي يعقوب ماله is one of the واحد من مين to perform heart transplant اللي هو اجرى عمليات اللي هي بيقولوا عليها زراعة للقلب. يا ترى pioneers رواد ولا heroes ابطال ولا champions الهيرو تشامبيونز هم الابطال بتوع في بطولات رياضيه، انما هيروز ابطال في التاريخ والحاجات زي كده. ولا سيرجنس بمعنى شويش او اللي بيقولوا عليه عميل سري او حاجه زي كده يعني. طب اللي جابت عنها هي بايونيرز، ده كان من الرواد اللي بداوا عمليات زراعه القلب. بايونيرز اجابه واحده في الجمله رقم 10. 11 بيقول لك ذا تيشر جايف فراغ سينس باست ذا اكزام، المعلم كذا الطلبه اللي اجتازوا الامتحان وسو براود اوف هيم سيلف، كان فخور جدا بنفسه. طبعا كده انا عايز في كلوز له علاقه بالملكيه، يبقى ذات لا، ويتش لا، هوز اجابه صحيحه وحيده في الجمله رقم 11، وير تدل على المكان خطا بالمره، بناكد على هوز اجابه 11. 12 ماي براذر ويل اخويا سوف ماله بقى اون ذا انجلش كورس في مقر اللغه الانجليزيه ات ذا امريكان يونيفرستي في الجامعه الامريكيه، يا ترى ابلاي يتقدم بطلب ولا انرول بمعنى يدرج ولا جوين بمعنى يلتحق ولا انتر بمعنى يدخل. هناخد انرول لان احنا قلنا ان الفعل انرول اون يجي وراها مقرر دراسي، بتكلم في مقررات دراسيه، يبقى انرول بمعنى يدرج اسمه في كذا، اجابه واحده صحيحه للجمله رقم 12. 13 بدا بسؤال بقى بيقول شي اكسبت ماشي اف اي انفايتد هير ناو، واضح جدا ان السؤال اللي معايا الجمله اللي معايا دي عبارة عن سؤال وفي اف حالة كام؟ اف اي انفايتد يبقى دي اف حالة تانية، ده ماضي بسيط صح؟ يبقى الناحية التانية أنت عايز إيه؟ وود والمصدر، يبقى ويل خطأ وكان خطأ، وود إجابة وحيدة وديت خطأ تماما، بنأكد إن وود إجابة 13. 14 بارت أوف ماي ديلي، جزء من إيه بقى اليوم بتاعي؟ إز تو جو تو ورك باي كار، إن أنا أذهب إلى عملي بالسيارة. يا ترى روتين اللي هو الاشياء اللي انت بتعملها بطريقه متكرره ماشي فيها رتابه يعني، ولا روت جذر، ولا روت طريق اللي هي اخرها ايه، ولا روت اللي هي بمعنى شغب، تمام؟ لا، الاجابه بتاعتنا هي روتين، عشان يقول لك جزء من الروتين اليومي، يعني الحاجات اللي بعملها بطريقه روتينيه يوميا هي الذهاب للعمل بالسياره، روتين اجابه واحده في 14. 15 بقول لك ووتر بعديها فراغ اف ذا تمبريتشر از بيلو زيرو، ادي اف وراها جمله في زمن المضارع البسيط، بيقول لك لو درجه الحراره كانت اقل من الصفر. طيب اقول ويل فريز اللي هي مكمله اف حاله اولى، ولا فريز مضارع بسيط او مصدر، ولا فريزز مضارع بسيط فقط، ولا وود فريز؟ انا هاخد فريزز. ليه خدت فريزز؟ فريزز تمثل المضارع البسيط مع ووتر اللي هي تساوي ات. احنا قلنا ان في المضارع بنضيف للفعل مع هي وشو ات تساوي اس، فخلاص اهي فريز هي مضاف لها اس علشان ووتر تمثل ات كده. مع وضع فريزز اللي هي الاختيار سي اجابه وحيده في جمله رقم 15، بقت جمله اف اللي قدام دي جمله من الحاله الصفريه. ليه؟ لانها بتتكلم عن حقيقه علميه. فريزز اجابه وحيده في 15. 16 بيقول لك ماي فادر والدي ماله بقى فروم كامبريدج يونيفرستي من جامعه القاهره جراديويتد تخرج ولا جريدد، جريدد عايز دي لها علاقه بالتصنيف يعني تم تصنيفه، ولا ديجريدد انحدر، ولا انتجريتد، انتجريتد معناها تشابك او دمج، خلاص انتجريتد معناها تشابك او دمج. الاجابه بتاعتنا هي جراديويتد فروم، تخرج من جامعه القاهره او تخرج في جامعه القاهره جراديويتد، اجابه وحيده في 16. 17 بتقول لك اويل اند جاز، اويل هو زيت البترول وجاز مش محتاجه ترجمه بالعربي.
under the ground تحت الأرض. ها إيه بقى؟ are found بمعنى في وجود. طبعا هنا جملة من المجهول في صيغة المضارع، ولا are founded هنا كلمة are found الأولانية معناها وجد. are founded تأسس، are finding مضارع مستمر من يجد، و are founding مضارع مستمر من يؤسس. الإجابة بتاعتنا هي are found الاختيار A يعني بمعنى يوجد، جملة مبنية للمجهول في صيغة المضارع البسيط. are found إجابة وحيدة في 17. طيب نروح لصفحة 100 علشان نكمل الامتحان بتاعنا. وصلنا لجملة رقم 18 في choose، واللي بتقول لك people جاب فراغ وراها from drought because there was no rain، الناس كذا من الجفاف لأنه لم يكن هناك مطر. يا ترى اجد بمعنى تألم، ودي ليها علاقة بألم في الجسم يعني، ولا pained برضو حاجة ليها علاقة بالألم برضو الجسدي، ولا complained اشتكى، ولا suffered عانى. suffered ليه؟ لأن suffered from يعاني من، suffered إجابة وحيدة في 18. 19 داليا wanted to know if، داليا أراد أن تعرف if يبقى ده سؤال متحول من دايركت الى اندايركت، وما كانش فيه كلمه استفهام يعني كان بادئ بفعل مساعد. عارف الدليل؟ وجود اف. الدليل وجود اف بعد كده الفراغ تو دريم بارك بيفور. داليا wanted to know if كذا تو دريم بارك بيفور. طيب هاد اي بين ولا اي هاف بين ولا هاف اي بين ولا اي هاد بين؟ هي دي اي هاد بين. الجمله كده هو في شكل الماضي التام اللي متحول الى ريبورتد، خلاص كده بتحول الى ريبورت. ليه؟ لان في اصلها كانت ايه؟ كانت ماضي بسيط بدليل كلمه بيفور اهي، فخليناها ماضي تام في السؤال المتحول. اي هاد بين اجابه واحده في الجمله رقم 19. الجمله رقم 20 بيقول لك ايه؟ بيقول لك اتس نوت ان ايزي بقى جاي فراغ تو ليرن. يا ترى التاسك بمعنى مهمه او عمل، ولا ديسك بمعنى منضده، ولا كيرس بمعنى لعنه، ولا كاست اللي هو فريق العمل؟ الإجابة بتاعتنا هي task. It's not an easy task to learn، إنها ليست مهمة سهلة لكي تتعلمها. task إجابة واحدة في الجملة رقم 20. فاش بيقول لك إيه؟ I wish I، أنا كنت أتمنى كذا. The conference last week، المؤتمر الأسبوع الماضي. بما إنه بيقول لك last week يبقى جملة لها علاقة بالماضي، يعني جملة وش هنا تفيد الندم. يعني لازم تكون في شكل الماضي التام. هذا التندر هي إجابة الجملة رقم 21 وهي إجابة واحدة، لأنها تمثل الماضي التام اللي بيدل على الندم على شيء ما اتعملش. يقول اي ويش اي هاد، كنت اتمنى ان انا احضر، يبقى ده معناه انه ما حضرش المؤتمر اللي هو بيتكلم عنه. هذا التند اجابه واحده في الجمله رقم 21 والتي تمثل الماضي التام. كود التند خطا، وده التند خطا، والتند خطا تماما. هذا التند اجابه واحده في 21. نشوف بيقول لك ايه؟ ماي فاميليز ايه؟ طبعا دي ليها علاقه بالسوفيس ملكيه. هوم منزل، از ان ساوثرن ايجيبت في جنوبي مصر، او ما شماله. It belongs to our forefathers، بيخص الفورفاذرز ومقصود بيهم الأجداد يعني. يا ترى ancestral ولا paradise ولا heaven ولا indicated ancestral اللي هو ليها علاقة بالموروث يعني. عايز أقول لك البيت اللي ورثناه أو البيت اللي عائلتي ورثاه يعني. ancestral إجابة واحدة في 22 بمعنى موروث. paradise اللي مقصود بها اللي هي الفردوس الأعلى، وheaven اللي هي الجنة، وانديكيتد جاي من انديكيت بمعنى انديكيت بمعنى يتضمن شيء او يوضحه او يبينه يعني. انسيستر الاجابه وحيده في 22. 23 بدا بفراغ، ذير از سمثينج رونج، كذا ان هناك شيء خطا. كول مي ات وانس، اتصل بي على الفور. يا ترى ايه بقى؟ ويزاوت بدون، ولا ان كيس اوف، ولا بات فور، ولا ان كيس. هناخد ان كيس. ليه خدنا ان كيس؟ لان الكيس هي وحيده في الثلاث اختيارات التانيين، دون الثلاث اختيارات التانيين اللي تيجي وراها جمله كامله ماشي. وذاوت يجي وراها جنرال، وان كيس اوف يجي وراها جنرال. طبعا جنرال ده ونون، وان كيس اوف زي يجي وراها جنرال ده ونون، وبات فور يجي وراها جنرال ده ونون. لكن ان كيس هي الوحيده في الاربع اختيارات اللي ينفع يجي وراها جمله كامله. اجابه وحيده في الجمله رقم 23. 24 بتقول لك ايه؟ ذا بول از 25 ييرز اولد، بول هو حمام السباحه. اول كذا اند تايل، تايل هو البلاط. كله ايه بقى؟ كونسرت، كونسرت بمعنى حفل موسيقي، ولا كونكريت بمعنى خرسانه، ولا كونسنتريت بمعنى يركز، ولا كونسيرن، كونسيرن بمعنى مهتم بكذا. يعني هي كونكريت بمعنى خرسانه في الجمله رقم 24. 25 وي ماست هاف موبايل فون ماس، يجب ان يكون عندنا اللي هي الابراج بتاعه التليفون المحمول مالها بقى ان ان
populated areas في مناطق غير مأهولة غير مسكونة يعني. يا ترى installing ولا installed ولا install ولا to install؟ هناخد installed مبني للمجهول بمعنى مثبت او مركب، يعني اللي هي عملية الاستقبال دي او ابراج الاستقبال لإشارة بتاع التليفون محمول تكون مثبتة، تكون موجودة بمعنى مركبة في مكان غير مأهول بالسكان. installed إجابة واحدة في 25. 26 بتقول لك health workers put on morality plays about AIDS and give ايه بقى؟ بيدوا ايه؟ بيدوا letters اللي هو اللي هو الخص، ولا lectures محاضرات، ولا cultures ثقافات، ولا dentures. dentures اللي هي مقصود بها الاطقم بتاعت الاسنان، قلت عنها ان هي lectures بمعنى محاضرات اللي هم العاملين في مجال الصحه بيدوا lectures محاضرات. اجابه وحيده في رقم 26. طيب نروح للجملة رقم 27 واللي بتقول I don't want to eat. أنا لا أريد أن أكل إيه؟ of the sandwiches من السندوتشات. يا ترى every of ولا either of ولا neither of ولا none؟ هناخد either of. الجملة هنا هو تفيد النفي، نروح عليه. طب مستر طلب أنها تفيد النفي، ما خدتش ليه neither أو none؟ علشان الجملة هنا هو اللي ينفع معها either of هي الإجابة الوحيدة الصحيحة. ماشي، نيزر مش محتاجة معها دونت، نيزر لوحدها بتفيد النفي خلاص، ونان برضو مش محتاجة معها دونت لان هي لوحدها تفيد النفي، لكن ايزر علشان اخليها تفيد النفي محتاجة دونت، وده اللي خلاني تاخد ايزر دون اي اجابة من الاجابات الاخرى. ايزر اجابة واحدة في 27. بمعنى الجملة انا لا اريد ان اكل اي من هذه السندوتشات. ايزر اجابة واحدة في 27. 28 The church الكنيسة مالها بقى sing every Sunday morning. ايه بقى حاجة ليها علاقة بكلمة الكنيسة؟ بيغنوا كل يوم احد او كل صباح احد يعني. يا ترى كوار اللي هو معناها كورال، ولا تشير بمعنى يبتهج او ابتهاج، ولا تشير بمعنى كرسي، ولا شير بمعنى انحراف؟ اللي هي كوار، عشان اقول لك الكورال بتاع الكنيسة بيغني الترانيم كل صباح احد. كوار اجابة واحدة في 28. 29 بتقول لك مستر علي از مال ومستر علي كليفر تيتشر. يا ترى سو كليفر ولا اناف كليفر ولا تو كليفر ولا ساتش؟ هاخد سو كليفر تيتشر. مستر علي معلم ماهر جدا. طبعا اناف ما تنفعش، انها ما ينفعش تسبق الصفر، وتو ما تنفعش انها بتفيد النهي بتفيد معنى النفي، ولا ساتش مش هتنفع معنا لان الجمله مش مكمله، لا تحقق وجود ساتش وا مش مكمله الجمله بتاعتي. سو اجابه واحده في جمله رقم 29. 30 بتقول لك ماي فادر از وان اوف ذا موست اكسبيرينسد تيتشرز ان اور كذا. والدي واحد من اكثر المعلمين خبره في ايه بقى؟ ان اور ايه بقى؟ ديستينكت بمعنى يميز، ولا ديستريكت بمعنى حي، ولا ديستانس مسافه، ولا ديستانت بمعنى بعيد؟ الاجابه هي الديستريكت، المعلم معلم متميز في الحي او في المنطقه بتاعتنا. طيب وصلنا للقطعه اللي جايبها الامتحان بتاعك واللي بتتكلم تحديدا عن عمل المرأة، وبيقول ان المتحدث هنا هو او الكاتب بتاع القصة بتاع القطعة بيقول ان هو في الاسبوع الماضي حضر مناقشة كانت بتتكلم او النقطة الاساسية فيها كانت تقول ايه؟ The society will not develop properly unless women stay at home. ان المجتمع سوف لا يتقدم بطريقة ملائمة الا اذا السيدات يعني ايه بقوا موجودين في البيت. طبعا هنا واضح جدا من العنوان انه هو ضد عمل المرأة. المؤيدين لهذه الندوة او لهذا الجدال او لهذا النقاش كانوا بيقولوا ان يجب على السيدات ان يتوقفن عن العمل، وان هم يهتموا او يكتفوا برعاية ابنائهم وبيتهم. طبعا ده ايه مبررهم في ده؟ مبررهم في ده ان خروج المرأة للعمل بيكون على حساب الاطفال اولا، ثم بعد ذلك ايه طبعا البيت ككل. ده بيؤدي الى طبعا كل مره العمل بيؤدي لان الابناء بيكونوا تحت رعايه وتربيه مين؟ يا اما خدمين يعني تمام، يا اما اللي بيقولوا عليها بيبي سيتر اللي هي جلسه الاطفال. وفي جميع الحالات الاطفال ممكن يتعلموا عادات سلوكيه واخلاقيه وما الى ذلك، قد تكون طبعا ايه غير سليمه. ولذلك هم بيقولوا ان لازم الزوجه تبقى موجوده في البيت، تبقى رعايتها تبقى مهمتها الاساسيه هي رعايه ابنائها وزوجها، بحيث ان الزوج هو عائد من عمله بعد يوم طويل يلاقي زوجه مرحبه به ويعني مستعده ل طبعا العنايه ببيتها واسرتها كمان. طيب
المعارضين طبعا المعارض طبعا في حاجه تانية كمان بيقولوها المؤيدين برضو، فكره ان المراه تجلس في البيت، بتقول ان المراه هي العمود الفقري او العمود المهم، واحد من اعمده مهمه جدا اللي بيقوم على اكتافها مسؤوليات عديده جدا ومهمه جدا في البيت، من ضمنها سعاده و ريليف اللي هو بيقولوا عليها الراحه لاعضاء الاسره كلهم. طيب على الناحيه التانيه في ناس معارضين، اوبوزرز معناها معارضين، معارضين الفكره دي، معارضين لفكره جلوس المراه في المنزل، يعني بيأيدوا انها تخرج العمل. ايه وجهه نظرهم في ده؟ وجهه نظرهم ان المجتمع بتاعنا مجتمع يجب ان يكون فيه تعاون ما بين المراه والرجل في اللي هي تؤدي طبعا عملها في المجتمع. في حاجه تاني بيقول بينظروا للمراه اللي هي لا تعمل وتكتفي برعايه بيتها واسرتها انها خادمه بلا اجر. شايفين ان ايه؟ خادمه بلا اجر، يعني شايفين ان بقاء المراه في بيتها كانها خدامه، وخدامه من غير اجر. ويقول لك لا 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 لا، الست لازم تشتغل علشان تحقق ذاتها وتحقق الاندبندنس بتاعها، استقلاليتها والثقه بالنفس وتقدير الذات ومجموعه اشياء. وطبعا بيقولوا ان يجب ان تحصل المراه على فرصه عمل متكافئه مع الرجل، ويجب عليها برضو ان هي تحصل على راتب متكافئ مع الراتب اللي بيحصل عليه برضو الرجل. وبتنتهي المجادله دي او الندوه او النقاش ده الى ان المستمعين او اللي كانوا موجودين في الندوه كانوا بيؤيدوا عمل المراه. نشوف الأسئلة اللي جاية على القطعة دي، واللي بتقول أول حاجة if it is thought that يعتقد أن women neglect their house when they يعتقد أن السيدات بيتجاهلن بيوتهم إمتى بقى؟ when they إيه؟ الإجابة B go to work and leave home يذهبن العمل وبيتركوا البيوت بتاعتهم. نروح للسؤال اللي بعده رقم 2، بيقول لك the supporters think that المؤيدين، يعني المؤيدين لوجهة النظر اللي تم عرضها في القطعة بتاعتنا سي، بيقولوا ان ايه بقى؟ children of working women lack some good habits، ان ابناء السيدة العاملة بيفتقروا الى بعض العادات الجيدة. طيب ماشي، نروح للجملة رقم 3، how did the supporters describe the women، المؤيدين فكرة ان المرأة تظل في البيت، يعني بيوصفوا السيدة على انها ايه؟ بيوصفوها في بي she is the main pillar of the family، انها العمود الاساسي في المنزل. طيب الجمله رقم 4، the opposers المعارضين لفكره ان السيده تفضل في البيت بقى، that work makes women، ان العمل بيجعل المراه ايه؟ confident، تشعر بالثقه في نفسها. طيب the underlined word opposers، احنا قلنا opposers معناها معارضين، يعني معناها ايه؟ معناها against، ضد. طيب اخر حاجه the audience اللي هم المستمعين، مالهم بقى؟ women's work at the end، عمل المرأة في النهاية supported، كانوا بأيدوا إن السيدة تخرج ليه العمل. طيب ماشي يا سيدي، نروح اللي بعد كده لل WH question، دول برضه جايين على القطعة بتاعتنا، وهنبدأ بالسؤال رقم 7، بيقول لك what can women do for their children if they become housewives؟ housewives إيه اللي ممكن يعملوا السيدات لأبنائهم لو بقوا ربات بيوت؟ كلمة housewives معناها ربات بيوت. ايه الاجابه؟ they look after the children's health، بيعتنوا بالصحه بتاعت ابنائهم، behavior سلوك وستادز الدراسه بتاعتهم. ماشي، نشوف السؤال رقم 8، واللي بيقول لك how did the opposers regard women، كيف يرى المعارضون السيدات؟ بيشوفوها ايه؟ the audience was in favor of working women، كانوا طبعا مؤيدين لعمل المرأة. ماشي يا سيدي، الجمله رقم 9 بيقول لك who brings up the children of working women، مين اللي بيربي ابناء السيده العامله، المرأة العامله، مين اللي بيربي لها عيالها؟ servants or in nurseries، يا اما بيربوهم خادمات يا اما في دور الحضانه. ماشي. طيب 10، what did the supporters of working women think about housework؟ المؤيدين لعمل المراه بينظروا لموضوع العمل المنزلي ايه؟ العمل المنزلي يعني all members should cooperate، شايفين ان كل الاعضاء بتوع البيت يتعاونوا يعني. as modern apparatus have saved a lot of efforts and time in this connection. ماشي، وجهة نظر وتحترم. نروح للترجمة بتاعت الامتحان بتاعنا، أول جملة باللغة الإنجليزية بتقول كده we can gain more experience from the situations we get through and the experiences we encounter، واللي هتبقى بالشكل ده في اللغة العربية. نرفع قدامك الصفحة عشان تبقى شايفها. بيقول لك يمكننا كسب المزيد من الخبرة من المواقف التي نمر بها والتجارب التي نواجهها. طيب ماشي، نشوف الترجمة رقم 2 أو جملة رقم 2، واللي بتقول لك being successful is not an easy task. Ambition and patience are the most important qualities that we should have to be able to succeed. اللي هتكون بالشكل ده باللغة العربية.
النجاح ليس مهمة سهلة، إن الطموح والصبر هما أهم الصفات التي ينبغي أن تكون قادرة على النجاح. نروح للجملة الأولى في اللغة العربية، ولم تقول لك يحاول العلماء إنتاج أنواع جديدة من النباتات والحيوانات باستخدام الهندسة الوراثية، واللي بيكون صياغتها كالآتي: Science are trying to produce new varieties of plants and animals using genetic engineering. شوفوا الجملة رقم 2 في العربي، واللي بتقول تعمل الدولة على تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون بإيجاد وسائل نقل أخرى، المتمثلة في الترجمة كده: The state is working to reduce the CO2 rate by creating other means of transport. ونشوف موضوعات الأشياء كانت جاية في امتحان 16: Watching and playing football is the most enjoyable hobby for many people. مشاهدة ولعب كرة القدم من أكثر الأشياء الممتعة للناس. الثانية بتقول إيه؟ How to balance between work and life. كيف يمكن أن نحدث توازن ما بين العمل والحياة العادية. نختم عشان الترجمة ونقول إن امتحان 2016 نظام حديث دور تاني انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من امتحانات المهمة الصعبة للثانوية العامة مع معلم خبير الإنجليزية مستر عزت من مدرسة الشيماء. استنبأ مع حفظ سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.